شاب تقدم لخطبة فهو فيها من الصفات الطيبة من الأخلاق والدين مئة من نوعه شاب. وبعدما رأى وبعدها رأى شعر بعدها شعر بقبضة في قلبي بسبب عدم جمال وجهه، مع أنه يريدها من أجل دينها لكن يشعر بقبضة في قلبه. إذا لم تكن جميلة يعني تقر بها عينك، اسأل ابحث عن امرأة أخرى، ابحث عن امرأة أخرى. لكن إن كان الجمال مقبولا مع سائر الصفات الطيبة فلن تكتمل صفات الخير في امرأة، لن ترى صفات الكمال في امرأة. لكن كان مرفوضة شكلا، لا، القصد من الزواج، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.